شوف بقى كده اسعار وعروض. استنى، ضوابي ده استبامية عاملة كام؟ 85 بدلا من 94 و75 قرش. جنة عاملة 85 بدلا من 94 و75 قرش، ده 700 جرام. في قوت القلوب عاملة كام؟ قوت القلوب 650 جرام عاملة 77، مفيش عليها عروض. الهانم عليها عرض 650 جرام عاملة 75 بدلا من 80. روابي كيلو ونص عليها عرض عاملة 167 بدلا من 185. 167 بدلا من 185. طب جنة مش حاطين، مش عليها سعر جنة؟ لا مش عليها عرض، اسفة، هي سعرها 185 كيلو ونص، مش عليها عرض. جاي اقول مش عليها عرض، قلت مش عليها سعر. طب نشوف بقى تاني، كريستال عليها عرض. كريستال ال 700 عاملة 85 بدل من 93. في منها الأصفر والأبيض اللي هي بتاعنا، وريحة الزبدة الصفراء اللي هي البيضة العادية. طيب الكيلو مفيش عليه عرض، الكيلو عامل 135 و75 قرش، العرض على 700. الكيلو ونص عاملة 185 كان عليها عرض المرة اللي فاتت لما صورتها، كان عليها عرض كيلو ونص. كده مفيش عرض في كريستال اللي على الوزن ال 700 جرام. شوف بقية السمنة، أميرة ال 750 جرام عاملة 104. جولدن ميكس ال 700 عامله 122، 700 جرام. جولدن ميكس الكيلو ونص عامل 252. نيجي بقى هنا السمنه الطبيعي، شيراتون ال 800 عامله 424، وحجم 400 جرام عامل 218. شيراتون الكيلو ونص عامل 798. كده نجيب اسعار شيراتون الاول. في روز جاردن ب 700 جرام عامله 259. نجيب بقى اسعار فرن في 450 فوق عامل 290. في حجم الكيلو 400 عامل 877. مفيش حجم ال 700 جرام، لا مفيش حجم ال 700 جرام، يبقى ال 450 جرام عامل 290، الكيلو 400 عامل 877، الكيلو 800 من الفرن عامل 1111. الحلوب المثالية مفيش الا حجم من الحلوب المثالية، مفيش الا حجم الكيلو و 600 وعليه عرض عامل 775 بدلا من كام؟ بدلا من 849. ده كده ومفيش الا حجم الكيلو 600 في الحلوب المثاليه، او في كميه قليله لما في زي ايه؟ ثلاث قطع بس، ثلاث علب بس من الحلوب المثاليه. اسعار الطحينه زي ما طلبته، ده حجم ال 225 جرام من الرشيدي الميزان عامل كام؟ عامل 46.5. حجم ال 450 عامل 88. في هنا ظرف فيه 20 جرام عامل 4.75 قرش. في تحت ده روز جاردن طحينه 450 جرام عامله 88 من روز جاردن. نعمل بقى كده، في من حلواني الطحينه دي عامله كام؟ 525 جرام، والصافي بتاعها عامل 475 جرام عامله 124. بحب اللي هما بيبقوا كاتبين الوزن والصافي كام. طب هنا برضو الوزن 280 جرام والصافي 240 عامله كام؟ 65. الزحمه اللي سامعينها دي على السكر، والدوشه والزحمه دي على السكر.
طيب حجم ال 770 جرام والصافي 710 عامل 170 جنيه. هنا بقى البوازي 480 جرام والصافي 450 جرام عامل 6. وحجم ال 250 جرام والصافي 225 جرام عامل 49، يعني ربع كيلو ده عامل 49. في هنا عسل اسود ومعاه طحينه، العسل الاسود وزنه 335 جرام والطحينه وزنها 440 جرام، الاثنين مع بعض عاملين 112. في ظرف من البواجي تحت، الظرف ده 20 جرام والصافي 18 جرام عامل 5 جنيه. دي كده اسعار الطحينه زي ما طلبته. ملح ده الخير ده 200 جرام عامل 2 جنيه، 400 جرام عامل 4 جنيه. في سيلع ده ملح صيني 110 جرام في ملاحة عامل 30 جنيه. وفي ملح الهيمالايا ناعم 110 جرام عامل 26 جنيه، دي سيلة برضه. في مندوبيلا ملح هيمالايا ناعم طبيعي 650 جرام عامل 40 جنيه، والخشن عامل 40 جنيه برضه 650 جرام، في ناعم وفي خشن مندوبيلا. ايجي جاردن ملح ناعم 600 جرام عامل 36، وفي ايجي جاردن ملح البحر للطعام 350 جرام عامل 22.75، لكن ده ملح هيمالايا. في ملح الطعام بتاعنا برضو العادي ده، ده 700 جرام من كوكس عامل 12 جنيه. في ريتش ده ملح بحري ناعم كيلو عامل 19.5، ده كيلو ده. في ده ملح ليمون بودر خام 150 جرام عامل 35 جنيه، ده ملح ليمون ده من ماجيك. في هنا ده ملح منخفض استوديو 160 جرام عامل 10 جنيه. وفي 400 جرام عامل اللي هو منخفض الصوديوم 400 جرام عامل في كيس بلاستيك عامل 32. في هنا حلواني بيف برجر كيلو عامل 180 بدل من 219، ده كده. في بقى اللي هو الهوت دوج عائلي 900 جرام عامل 166، وفي حلواني اللي هو الحجم الجامبو الكيلو ونص عامل 388، بس العرض على كيلو عامل 180 بدل من 219. في حلواني سوسيس بقري 350 جرام عامل 86.5، وفي كفته بقري 350 جرام عامله 107. عايزين نجيب لكم بس ايه اللي عليه العروض الاول. في اطياب، بصوا اطياب عليها عروض، البيف برجر كيلو عامله 148 بدل من 162. في برضو على ميتلاند بيف برجر 25 قطعة كيلو عامل حوالي 25 قطعة عامل 127 بدل من 153. وفي من شيكاتيتا برجر بقري، من شيكاتيتا برجر بقري 950 جرام لكيلو عامل 129 بدل من 149. وفي برضو من اطياب كفتة بقري 900 جرام عاملة 177 بدلا من 202. وفي اطياب بيف برجر جامبو كيلو ونص عامل 297 بدلا من 345. دي كده اطياب. في من ميتلاند ده هوت دوج 25 قطعة حوالي كيلو عامل 133 بدلا من 161. في عروض تاني، لا هو في بقى من ميت لاند بس مش عرض، ده كفته بقري 350 جرام عامل 57،
وبيف برجر 10 قطع من 100 لن عامل 75 حوالي نص كيلو. شوف بقى بقية العروض. بصوا ده كده ده كوكتيل اطياب كوكتيل بقري ده عامل 165 ده بالوزن عامل 165 حسب ما يطلع وزنها اللي هو اللي هناك ده دجاج وده البقري الدجاج برضو نفس السعر. في عروض برضو من اللحمي في اللحمي دجاج بانيه كيلو عامل 140 بدلا من 169 النكتس برضو 140 بدلا من 169 الاستريبس كيلو عامل 235 بدلا من 325. طيب ده برجر عادي بالوزن ده مش من اللحامي هو جاي هنا غلط الكيلو عامل 150 ده اللي هو في قسم الجزارة الكيلو عامل 150 ده بالوزن ده اللحامي كوكتيل بقري كيلو عامل كام 150 ده بالوزن ده. طب نيجي بقى بقية عروض اللحامي الحاجات دي بتبقى جايه كده هنا غلط يعني اللحمي برجر 50 قطعه حوالي كيلو لا 20 قطعه اسف 20 قطعه ده حجم البرجر 50 جرام ف 20 قطعه تعملها حوالي كيلو عامل 155 بدلا من 198 ده البرجر في هوت دوج كيلو حوالي كيلو من 900 الكيلو عامل 165 بدلا من 188 وفي برجر بقري عامل كيلو حوالي كيلو عامل 5 بدل من 165 وفي اللحمي برجر بقري نص عامل 230 بدلا من 288 بدل من 288 ماشي انا بعيد تاني عشان لو اتلخبطت برضو في حاجه عشان انا بتكلم بسرعه وعشان اجيب العروض كلها فبعيد تاني عشان لو اتلخبطت في حاجه. في بقى هنا من اللحمي صدق شرقي ده مش عليه عرض 850 عامل 188 في بقى عروض هنا على ميت بوكس ده برجر جبنه جامبو كيلو عامل 179 بدلا من 215 وفي ميت بوكس لحم مفروم بقري 350 جرام عامل 93 بدلا من 110 وفي برجر بقري كيلو عامل 140 بدلا من كام بدلا من 179 وفي عرض برجر بقري 400 جرام ومعاه كفته تركي 400 جرام الاثنين مع بعض عاملين 140 بدلا من 166.